بارك عليكم وتبقى من شهر اعزائي المشاهدين وحياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صحتي في رمضان معكم الدكتور يوسف تنديل وبدنا الله ان شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم تكلمنا في الحلقات السابقه عن كثير من الامراض اللي يمكن تخص كبار السن او الشباب لكن حلقتنا اليوم ودنا نركز على الاطفال خصوصا عندهم امراض كثيره يمكن بعض اولياء الامور يغفل عنها او انه ما يراجع مراكز الرعايه الصحيه خوفا مثلا على الطفل او ان الضغوط النفسيه تكون عليهم فموضوع حلقتنا اليوم جدا مهم وهو التبول اللا ارادي الليلي لحوش الاطفال وطريقه العلاج وطريقه الرعايه الصحيحه وين الاماكن اللي ممكن اولياء الامور يودون اطفالهم للعلاج من هذا المرض طبعا بالبدايه ودنا نعرف مشاهدينا الكرام تعريف صحيح لمرض تبول لا إرادي او ايضا يسمى مرض سلس البول اللي طبعا هو فقدان السيطره على المثانه عند الاطفال لدى النوم مما يسبب لهم هذه المشكله وطبعا الاسباب كثيره وعديده منها صغر حجم المثانه ممكن تكون عند الطفل مشاكل خلقيه ان عنده حجم المثانه صغير ممكن يكون عنده التهابات بوليه متكرره ممكن يكون عنده مشكله في الهرمونات ممكن يكون الاعصاب الموجوده في هذه المنطقه غير ناضجه بشكل كافي وايضا من اهم الاسباب اللي قد تسبب مرض التبول اللا ارادي هو الامساك المزمن وكذلك الضغوط النفسيه كثير من الاطفال يقولنا العياده في عياده التبول اللا ارادي يكون عندهم مشاكل نفسيه او ضغوط سواء تنمر من الزملاء في المدرسه الاطفال او ضغط في البيت فالصحه النفسيه جدا مهمه لازم نحطها في عين الاعتبار من اهم مسببات التبول الارادي بالبدايه اول نصيحه اللي لازم اولياء الامور يعرفون ان هي تعود وليس مرض وهي نوعين النوع الأول اللي يكون طبعا الطفل عمره خمس سنوات ويكون التبول لا إرادي مستمر وما توقف إلى الآن لكن النوع الثاني يكون أن التبول لا إرادي أنه في فترة توقف لمدة ستة أشهر ورجع فهذه هناك أسباب ثانوية قد تسبب التبول لا إرادي منها ممكن مشاكل في الكلى ممكن يكون هناك عيب خلقي والعديد من الأسباب الأخرى اللي ممكن سببت هذه المشكلة ايضا لازم الطبيب المختص يسوي الفحوصات والتحاليل الشامله قبل لا انه يشخص الطفل لانه قد يكون هناك مرض او سجل عائلي في مرض السكر ومرض السكر ايضا يعد من الاسباب اللي تؤدي الى مرض تبول لا ارادي من النوع الثاني. الحمد لله في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه وزاره الصحه الحمد لله في دوله الكويت وفرت عياده خاصه اللي عياده تبول لا ارادي. في طبيب مختص هناك موجود لمناقشه والإجابة على جميع الاستفسارات اللي تخص أطفالكم فهذه رسالة جميع أولياء الأمور أنه مو أن الشخص يودي طفلة لعيادة التبول اللا إرادي طبعا الطبيب المختص بالبداية راح يأخذ منكم المعلومات أكثر أساس يحدد هل هو النوع الأول أو النوع الثاني كذلك راح يسوي تحاليل للدم تحاليل وظائف الكلى لوظائف الكبد ممكن يسوي سونار وأشعة كل هذه أساس يتأكد من التشخيص ومن عقبها بإذن الله راح يبلش معاكم طرق العلاج طرق العلاج عديدة بدنا الله إن شاء الله إحنا راح نتكلم عليها ونعطيكم الطرق الصحيحة بعد هذا الفاصل طبعا رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام للحديث عن مرض التبول اللا ارادي اللي يصيب الاطفال وشرحنا لكم قبل الفاصل العياده المختصه في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه وشرحنا النوع الاول والنوع الثاني كذلك الفحوصات الاساسيه اللي راح يسويها الطبيب اول ما تودون طفلكم طبعا لازم نركز ونذكر ان الصحه النفسيه جدا مهمه لان ممكن تكون هي سبب من اسباب التبول اللا ارادي طبعا قبل لا نتكلم عن طرق العلاج لمرض التبول اللا ارادي لازم هذه نصيحه لاولياء الامور ان انت لا تعاقب طفلك اللي هو بالنهايه ممكن شيء ما قاعد يتحكم فيه او شيء مو قادر هو بنفسه ان يتغلب عليه لازم هناك دعم اسري يشجعون الطفل وما يعاقبونه على هذا الشيء عقبها لازم ان احنا نشجعه ونكافئه ونعوده على عادات صحيحه سليمه بالبدايه لازم مثلا نشجع الطفل انه يروح دورة المياه باستمرار خصوصا قبل فترة النوم وأيضا إذا قام الصبح وما حصلت عنده هذه المشكلة إنكاف أو ونشتري له بعض الهدايا إلى عمر سبع سنوات أيضا هناك طرق علاجية ممكن الطبيب يتدخل فيها هي علاج السلوكي المعرفي إذا ما نفعت لمدة ثلاثة أشهر من خلال الجلسات السلوكي المعرفي لدى الطفل ممكن أن إحنا طبعا نعطيه علاج دوائي كذلك من طرق العلاج ايضا وضع المنبه او الهزاز اللي يشجع الطفل انه عقب ما يتبول انه يروح ويغير. فطريقه العلاج تختلف من طفل الى اخر، في بعض الاطفال يستجيبون فقط من تغيير نمط او سلوك معين انهم يقللون السوائل قبل لا ينامون وانهم يدخلون الى دوره المياه، كذلك في بعض الاطفال ممكن يستفيدون من العلاج او المنبه او الهزاز اللي ينحط لهم كذلك بعضهم يستفيدون من العلاج السلوكي المعرفي وأيضا المرحلة المتقدمة ممكن يستخدمون العلاج الدوائي طبعا دائما في هذه الحالات المرضية دور الأهل جدا مهم في العلاج لأن الطفل بروحه ما يقدر أنه يعني يحل هذه المشكلة بنفسه لازم يكون هناك تشجيع من أولياء الأمور في النظام الريورد شارت اللي هو شيء يكافئون الطفل ويشجعونه إذا سوى شيء يعني زين سواء عدل الفراش ماله اذا ما تبول فنظام المكافاه تشجع الطفل وتحفزه نفسيا ومعنويا انه يحل هذه المشكله اول نصيحه نقدمها لاولياء الامور ان لا تخلي طفلك كذي من غير علاج الادويه الحمد لله متوفره، وزاره الصحه وفرت عيادات التبول اللا ارادي، عيادات الصحه النفسيه، كذلك ايضا ممكن بعض العيادات او الجراحيه على اساس تتاكد أن انه ما في عيوب خلقيه في الطفل او في صغر حجم المثانه اللي هي تعد من الاسباب اللي هي ممكن تسبب التبول اللا ارادي. كذلك دور الاسره جدا مهم عند مراقبه الطفل خصوصا في المدرسه وان يبلغون عن الحاله هذه على اساس انه لا يكون في هناك تنمر او مضايقه من بعض الاطفال في المدرسه لازم ان تكون اخصائيه نفسيه اللي او ان العياده المدرسيه اللي موجوده هناك عندهم خبر في الحاله المرضيه ايضا مثل ما ذكرنا ان الطفل لازم يفهم ان هي هذه مشكله وبنهايه راح تنحل باذن الله هي مرحله سنيه معينه باذن الله بالتعاون والاستمرار على العلاج والمتابعه مع الطبيب المختص باذن الله يقدر يتغلب عليها كذلك انه مو عيب اذا الطفل كان عنده مشاكل نفسيه مثل القلق، التوتر، أه أه شافوا إن لا سمح الله في انه انعزال عن بقيه الاطفال او عنده مشكله نفسيه انه يراجع الطبيب المختص لان كثير من حالات التبول اللا ارادي تكون سببها نفسي، فدعم الوالدين وتشجيعهم ومتابعه الطفل إنه ما يخافون او انه يقولون ان احنا ما نبي نراجع الطبيب النفسي بسبب هذه المشكله هذه الاساس اللي هي من خلالها راح يتم علاج الطفل، كذلك الحمد لله دوله الكويت وفرت جميع الادويه الخاصه في التبول اللا ارادي، فاذا ما نفع معك مرحله التشجيع او ما نفعت معك نظام الالارم او المنبه اللي ينحط للطفل، واذا ما نفع معك ايضا الجلسات العلاج السلوكي المعرفي فالدواء موجود. فالطفل لازم يفهم هذه الامور ويعرف انه بالنهايه ان هذا مرض لا علاج وهي عاده ممكن مع تقدم العمر راح تنحل وهي مو وصمه عار ولا ياثر هذا على نفسيه الطفل او حتى ادائه في المدرسه. نصيحتنا في ختام برنامجنا اليوم ان التبول اللا ارادي مشكله حلها يكون بتعاون الاسره وتعاون الطفل، المدرسه والطبيب المختص. مو عيب ان الشخص يراجع عيادات التبول اللا ارادي ومو عيب ان الطفل يعرف اذا كان لا سمح الله عنده مشكله نفسيه لان بالنهايه كل هذه الامور راح تساعدنا في حل المشكله. ان شاء الله تكونوا استفدتم من حلقتنا اليوم باذن الله ان شاء الله نلتقيكم باكر في موضوع طبي جديد.